مشاهدينا ينضم معي عبر الهواء مباشرة السيد سركيس نزار محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي من عمان. مرحبا بك سيد نزار إلى هذه المواكبة. تعهد البنك المركزي الصيني بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19، كيف سيسهم في تهدئة المخاوف؟ نهاركم سعيد. بالفعل هذا التعهد ساهم في تقليل المخاوف في الأسواق المالية، لكن لاحظنا هذا اليوم خلال الجلسة الأسيوية بعد هذا التعهد لأن أسواق الأسهم ما زالت فيها حالة كبيرة من الحذر، فالمتداولون في أسواق الأسهم حاليا يراقبون توقعات التضخم عالميا ويراقبون احتمالات وقوع العديد من الدول الآسيوية في حالة اقتصادية خطيرة جدا هي حالة الركود التضخمي. إلى جانب ذلك الاقتصاد الصيني بحد ذاته يتباطأ وبشدة، وهذا بفعل إغلاقات كورونا، فتعهد بنك الصين بالفعل ساهم في تقليص المخاوف، لكن في نفس الوقت المخاوف ما زالت قائمة وحالة الحذر ملحوظة في أسواق الأسهم على صعيد الأسهم الآسيوية وأيضا في الأسهم الأمريكية، الأسهم الأوروبية وغيرها، لأننا نعلم الآن بأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي أصبحت أسوأ مما كانت عليه شهر يناير الماضي في ظل المتغيرات العديدة التي طرأت مما قد يبقي على حالة التوتر، هذا على المدى القصير والمتوسط، لكن على المدى الطويل ما زال التفاؤل بشكل عام، أعتقد أنه سيعود في أي لحظة، لكن على المدى القصير بفعل إغلاقات كورونا قد يتضرر الاقتصاد الصيني. لاحظنا خلال عام 2020 عندما قامت الصين بإغلاقات وقع الاقتصاد الصيني في أسوأ ركود اقتصادي وأكبر انكماش تاريخي، رغم أن بنك الشعب الصيني آنذاك قدم العديد من التحفيزات، لكن في نفس الوقت إغلاقات كورونا قد تبقي على الضغط على الاقتصاد الصيني، وبالتالي رغم حالة التفاؤل التي لم تشهد، لكن شعرنا بأن المتداولين أكثر راحة بهذا التعهد، لكن حالة الحذر بقيت ومن المتوقع أن تبقى خلال الفترة المقبلة في أسواق الأسهم وفي الأسواق المالية بشكل عام. التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق، هل سيستمر في دعم الأسعار؟ لا شك في ذلك بأن تقليص الاعتمادية على النفط الروسي ستخلق عجزا، وخصوصا ونحن ما زلنا الآن نعاني من تعثر في سلاسل التوريد والإمدادات، وبالتالي أي تقليص بالاعتمادية على النفط الروسي قد يكون له أثر إيجابي على أسعار النفط، لكن أخذينا بعين الاعتبار حاليا توقعات تباطؤ الطلب العالمي وتحديدا توقعات تباطؤ الطلب الصيني. الصين تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم باستهلاك يومي بحوالي 14 مليون برميل، وأي إغلاقات إذا استمرت لفترة طويلة قد يكون ضاغط على الأسعار، وهذا ما شاهدناه خلال الأسبوع الماضي بالفعل من ضغوطات تعرضت لها أسعار النفط مع هذه المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي. لكن لا شك في أن التقليص بالاعتمادية على النفط الروسي سيكون له أثر كبير على أسواق الطاقة وداعم لأسواق النفط، لكن هنا أود أن أشير إلى أن مقدار التقليص هو من سيحدد مقدار الدعم الذي ستتلقاه الأسعار، فإذا كان تقليص الاعتمادية أو حتى حظر جزء كبير من صادرات النفط الروسية قد يكون له ذلك له تأثير كبير جدا، وقد يدفع الأسعار لمستويات قد تصل لأكثر من 150 دولار للبرميل الواحد. أما إذا كان الخفض وتقليص الاعتمادية بشكل تدريجي قد يبقى الدعم نوعا ما، لكن الارتفاعات قد تكون محدودة. مرة أخرى أخذين بعين الاعتبار الضغوطات الهابطة التي يتعرض لها سعر النفط في التوقعات تباطؤ النمو في الطلب العالمي. ماذا عن أرباح الشركات؟ هل ستدعم الأسواق خلال الفترة الحالية؟ هي بالفعل قدمت بعض الدعم للأسواق. إذا نظرنا إلى الأسواق المالية الأمريكية وتحديدا أسواق الأسهم فقد انخفضت خلال الفترة الماضية، فالشعور العام بين المتداولين هو شعور سلبي ويتوجه نحو الانخفاض في مؤشرات الأسهم، لكن نتائج أعمال الشركات قللت من هذه المخاوف المرتبطة برفع أسعار الفائدة المحتمل الفيدرالي، مخاوف ارتفاع معدلات التضخم، فهي لعبت دور لا بأس فيه. حوالي 79% من شركات مؤشر ستاندرد أند بور التي أعلنت نتائجها حتى نهاية يوم الجمعة الماضي
كانت أفضل من التوقعات، لكن كما لاحظنا مؤشرات الأسهم، مؤشر نالتك على وجه الخصوص تعاني من ضغوط هابطة، لأن الحالة العامة في الأسواق حاليا هي نظرة تشاؤمية بشكل عام. لا يجب أن ننسى تأثيرات التوترات الجيوسياسية أيضا التي تقف إلى جانب مخاطر ارتفاع التضخم، مخاطر أيضا ارتفاع معدلات الفائدة في الفدرال الأمريكي والعديد من البنوك المركزية في العالم. كإجابة مختصرة للسؤال، بالفعل هي ساهمت في تقليل هذه المخاوف، لكن المخاوف ما زالت قائمة. أود أن أشير إلى موضوع مهم، العديد من شركات التحليل المعتمدة عالميا، ونحن بدورنا في إكويتي أيضا نتوقع بأن المدى الطويل للأسهم ما زال إيجابي، لكن المدى القصير والمتوسط هنالك مخاطر استمرار حالة عدم اليقين، تباطؤ اقتصادي دولي محتمل، وكذلك توترات جيوسياسية، رفع الفائدة. كل هذه الظروف قد تجتمع معا لتضغط على الأسهم ومؤشرات الأسهم، إن تحدثنا عن أمريكية أوروبية وأيضا آسيوية على المدى القصير، لكن على المدى الأبعد قد تعاود ارتفاعها. ونتائج أعمال الشركات التي صدرت كما أشرت 79% منها زعمت نتائج أفضل من المتوقع. اليوم نحن في انتظار المزيد من نتائج كبرى الشركات الأمريكية التي تشمل مايكروسوفت وألفابت، وهذا قد يؤثر على العقود المستقبلية في أسواق الأسهم الأمريكية، لأنها ستصدر بعد إغلاق جلسة التداول على مدى هذا الأسبوع. ننتظر أمازون وكذلك غيرها من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، مما قد يكون له أيضا أثر على الأسواق المالية. وإن كانت إيجابية النتائج فقد تقلل المخاوف في أسواق الأسهم وتقدم بعض الدعم، لكن على المدى القصير قد تبقى حالة الحذر قائمة لحين حصول المتداولين على مزيد من الاصطداحات حول مقدار التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الاقتصاد العالمي. طيب، هل هذه يعني مشاكل بارزة للاقتصاد التي ستواجه الاقتصاد العام خلال العالم خلال العام المقبل، أم هناك مشاكل أخرى، أم هذه المشاكل مخصصة فقط لسوق الأسهم بالنسبة للشركات؟ بسؤال يعني مباشر، ما هي أبرز المشاكل الاقتصادية التي ستواجه العالم خلال العام الحالي؟ بالتأكيد سبق وأن تحدثت على شاشتكم عن مخاطر اقتصادية كبيرة تترقب الاقتصاد العالمي، وبالفعل بدأت بالظهور، وهي معضلة التضخم، والتي منها نستمد أيضا معضلة الركود التضخمي. حالة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ ثمانينات القرن الماضي. الركود التضخمي هو حالة اقتصادية سيئة جدا، تجمع ما بين ارتفاع كبير في الأسعار، كما نشهد حاليا أن ارتفاع معدلات التضخم عالميا في الولايات المتحدة 8.5%، أوروبا 7.4%، بريطانيا 7%، وغيرها الكثير من دول العالم، وتجمع أيضا بين الضعف الاقتصادي. هذا الأسبوع نحن ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المحتمل أن يظهر انخفاض كبير في معدل النمو من 6.3% الربع الأول 2021 إلى حوالي 1 أو 1.1% خلال الربع الأول الماضي 2022. وهنا اجتماع الضعف الاقتصادي مع ارتفاع التضخم يسمى حالة الركود التضخمي، وهي المعضلة والمخاطر الاقتصادية المحدقة في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي من ضمن أسبابها ارتفاع أسعار الطاقة الكبير، ارتفاع معدلات التضخم، تعثر سلاسل التوريد، وأيضا الإغلاقات التي حصلت في الصين، والعديد من الظروف الأخرى المرتبطة أيضا في التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. طيب، بالنسبة للذهب، وبما أن يعني هناك توجه نحو الملاذات الآمنة وارتفاع للشهية، هل سيتجاوز الذهب حاجز 2000 دولار؟ من المنطقي جدا بما أننا تحدثنا عن الركود التضخمي أن نتحدث عن ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار الذهب، ربما تفوق 2000 دولار للأونصة الواحدة في تداولات أسواق المالية العالمية. لكن في الفترة الحالية أسعار الذهب متأثرة وبشدة بارتفاع الدولار الأمريكي. نلاحظ أن الدولار الأمريكي عند أعلى مستويات منذ شهر مارس عام 2020، وهذا الارتفاع الكبير في الدولار الأمريكي يرافقه أيضا ارتفاع نسبي في عوائد السندات الأمريكية، والتي تم تداول بالنسبة للسندات أمد استحقاق 10 سنوات عند حوالي 2.8%، وهذا كله يضغط على أسعار الذهب. وأضيف على ذلك
رفع الفائدة الكبير والمحتمل في البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يتسبب في ضغط هابط على أسعار الذهب، وبالتالي رغم أني ما زلت أتوقع ارتفاعات كبيرة على أسعار الذهب على المدى الطويل، لكن على المدى القصير يجب بالضرورة أن أشير إلى أن الذهب يعاني حاليا وقد يستمر في معاناته لبعض الوقت إثر ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وتوقعات أيضا رفع الفائدة في الاحتياط الفدرالي الأمريكي وغيره طبعا من البنوك المركزية الأخرى. طيب لو تساءلنا يعني عن قدرة الاحتياط الفدرالي بما لديه من يعني أدوات وعوامل على ترويض التضخم، هل سيكون قادر على ذلك؟ الآن سيكون بالفعل مؤثر على التضخم وقد يحد من ارتفاعات التضخم، لكن السيطرة الكاملة على التضخم ستأخذ وقت طويل جدا. التضخم في الولايات المتحدة 8.5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين لاحقا هذا الأسبوع، ننتظر بيانات هي بيانات مؤشر كور بي سي اي وهي مؤشر التضخم الذي يعتمده الفيدرالي لتحديد معدلات التضخم وبناء سياساته النقدية، والتوقعات تشير لاحتمال قليل من الانخفاض في المؤشر من 5.4 إلى 5.3%، لكن هذا المستوى يعتبر مستوى مرتفع جدا، ومؤشر أسعار المستهلكين 8.5% هو الأعلى منذ 40 عاما، فلن يكون الفيدرالي قادر على السيطرة على معدلات التضخم خلال بضعة أشهر، بل قد يحتاج للسيطرة على التضخم أكثر من عام أو 12 شهر ابتداء من الآن، فسيكون للفيدرالي دور كبير في منع ارتفاعات هائلة أكبر في معدلات التضخم، لكن سيحتاج إلى فترة طويلة للحد من ارتفاع التضخم. هنا يجب أن أشير إلى موضوع أسعار الطاقة، إذا لم تتوقف أسعار الطاقة عن الارتفاع أو عاودت الارتفاع بشكل سريع، هنا قد لا يستطيع الفدرالي أبدا السيطرة على التضخم. شرط استطاعة الفدرالي السيطرة على التضخم هو هدوء في أسعار الطاقة عالميا تشمل أسعار النفط البنزين والغاز وغيرها، لكن إن بقيت معضلة ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا معضلة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار سلة الغذاء، هنا قد يعجز الفدرالي عن الوقوف أمام ارتفاعات التضخم الهائلة التي قد تحصل إثر الارتفاع في تلك الأسعار. أسأل أيضا عن الفائدة الأمريكية، رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس كيف سيسهم في السيطرة على التضخم؟ بالفعل كما تفضلت هنالك 97% تقريبا بحسب مجموعة CME بأن يتم رفع الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل، سيكون لذلك تأثير حقا، فرفع الفائدة ب 50 نقطة أساس قد يكون قادر على تقليل مقدار دوران النقد في الاقتصاد الأمريكي، وهذا بطبيعته قد يحد من القدرة الاستهلاكية للمستهلكين، وبالتالي قد يخفض معدلات التضخم. لكن مرة أخرى أود أن أشير إلى أن انخفاض التضخم قد لا يكون سريع، بل قد يكون تدريجي وعلى مدى طويل جدا. حتى لو نظرنا إلى توقعات أسعار الفائدة لهذه السنة كاملة ووصولها لمستويات بين 2.75 إلى 3% محتملة بنسبة تفوق 50% في شهر ديسمبر المقبل، حتى كل هذا الارتفاع في معدلات الفائدة ما زال يسمى ضمن نطاق معدلات الفائدة المحايدة. إذا أردنا معدلات فائدة للحد من ارتفاعات التضخم فيجب أن تكون بالضرورة أعلى من 3%، لكن لن يستطيع الفدرالي رفع الفائدة بهذه السرعة الكبيرة على مدى عدة أشهر، بالتالي سيكون رفع الفائدة 50 نقطة أفضل من لا شيء، لكن أن يكون قادر على الحد من ارتفاعات التضخم أو منع المزيد من الارتفاع سوف نحتاج وقت أطول ومزيد من الرفع بالفائدة على مدى أشهر قادمة، وليس فقط الرفع المحتمل الشهر القادم بمقدار 50 نقطة أساس. أيضا صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ما هي أبرز المؤشرات التي أثرت أو ستؤثر على النمو العالمي؟ بالفعل خفض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.6%، بل إن هناك بعض الجهات تتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمو لا يتعدى 3.2%، وهذا المستوى يعتبر شبه ركود في الاقتصاد العالمي. الآن المؤشرات والمؤثرات التي تسببت بهذا الانخفاض بداية
مع الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية والتي تسببت بارتفاعات كبيرة بالأسعار. عندما ترتفع الأسعار بقوة يرافقها تغير كبير في عادات المستهلكين، وهذه التغيرات تؤثر على الإنفاق. من ناحية أخرى، ارتفاع الأسعار يزيد التكاليف على الشركات بطريقة أسرع من قدرة هذه الشركات على رفع أسعار المنتجات النهائية، وبالتالي ربحية الشركات أيضا تنخفض. من ناحية أخرى، سلاسل الإمدادات، التباطؤ المحتمل في الاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يجب أبدا الاستهانة في الاقتصاد الصيني، رغم أن الاقتصاد الأمريكي إذا استمر بالنمو قد يكون تأثيره أكبر من الاقتصاد الصيني، لكن الاقتصاد الصيني يتميز بأنه يتدخل بشكل مباشر في سلاسل التوريد والإمدادات عالميا والتجارة العالمية. وبالتالي تعثر الاقتصاد الصيني وصدور بيانات مؤخرا من الصين أظهرت تباطؤ كبير في الاقتصاد الصيني، كلها مؤشرات قدمت دلائل لصندوق النقد الدولي وغيره أيضا من الجهات بأن الاقتصاد العالمي قد يشهد تباطؤ فعلي خلال هذه السنة 2022، طبعا بمقارنة النمو الكبير لعام 2021. أريد أن أتساءل عن توقعك لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة. بالنسبة للدولار الأمريكي، أراقب حاليا تحركات عوائد السندات ما بين الدول. عوائد السندات الأمريكية ترتفع بشكل أكبر من عديد من السندات الأخرى. أذكر هنا عوائد سندات أمد الدقاق 10 سنوات في الولايات المتحدة وسندات الحكومة 10 سنوات في اليابان. ارتفع الفرق في العائد إلى حوالي 262 نقطة لصالح الأمريكية. في أوروبا أيضا شهدنا هذا اليوم ارتفاع العوائد الأمريكية مقارنة في سندات ألمانيا إلى أكثر من 200 نقطة أساس. هذا يعني بأن التوقعات برفع الفائدة الأمريكية أسرع وأكبر مما هي في العديد من الدول في العالم، مما يجعلني أعتقد بأن الدولار الأمريكي قد يستمر في الارتفاع حتى ولو كان على المدى القصير والمتوسط. الدولار ربما سيتوجه إلى مستويات قريبة من القمة المتحققة عام 2020 قرابة 103 نقطة، وهي على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات. إذا نظرنا للبنك المركزي الأوروبي، ربما على الأرجح سيرفع الفائدة هذه السنة، لكن كأقصى حد سيرفعها 3 مرات وبمقدار 75 نقطة أساس. أيضا بالنسبة لبنك إنجلترا، كحد أقصى قد يرفع الفائدة 3 مرات أخرى، مما يعني أيضا 75 نقطة أساس. بنك اليابان المركزي من المرجح أن لا يقدم أي رفع بالفائدة وتبقى الفائدة عند السالب 0.1%. وغيرها من البنوك المركزية، أذكر البنك الوطني السويسري الذي يتمتع حاليا بفائدة سالبة عند 75 نقطة أساس. بالتالي الفدرال الأمريكي سيوسع فروقات الفائدة بينه وبين عديد من البنوك المركزية في الدول العظمى في العالم، مما يجعلني أرجح امتداد الاتجاهات الصاعدة للدولار الأمريكي. أما بالنسبة للمتابعين لمؤشر الدولار الأمريكي، أود أن أشير إلى أهمية مستوى 103 نقاط، لأن هذا المستوى في حال وصوله قد يكون مقاومة مهمة فنيا، وقد تحدد اتجاه الدولار أيضا وتكون مصيرية لاتجاه الدولار. ولو تعدى هذه المقاومة فقد نشهد ارتفاعات إلى 105 أو 106 نقاط، وهذه المستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة. لكن إذا لم يستطع اختراقه هنا، قد يدخل الدولار في مرحلة متذبذبة، لكن كما أشرت لحضرتك منذ قليل على المدى القصير والمتوسط يبدو بأن الدولار الأمريكي يستفيد من توقعات رفع الفائدة الذي أيضا يسبب تغير في فروقات عوائد السندات ما بين السندات الأمريكية وغيرها من الدول. ماذا عن العملات الأخرى؟ الآن بالنسبة لليورو حاليا يواجه ضغط كبير. إذا نظرنا إلى اليورو يتداول هذا اليوم عند دولار وست سنتات أمريكية. هذا الانخفاض الكبير سببه توقعات تعثر الاقتصاد الأوروبي. اقتصاد أوروبا وتحديدا منطقة اليورو مترابط جدا في اقتصاد روسيا، وبالتالي التوترات الجيوسياسية تضرب في منطقة اليورو بشكل مباشر، لذلك قد نشهد المزيد من الضغط على اليورو رغم أيضا توقعات رفع الفائدة في المركز الأوروبي.
في بريطانيا على سبيل المثال شهدنا تداول الجنيه الاسترليني اليوم عند الدولار هو 26 سنت امريكي، وهي مستويات متدنيه نسبيا لان الدولار بيرتفع، فحتى مع توقعات رفع الفائده في بريطانيا، لكن ايضا تظهر بيانات اقتصاديه حاليا تبرز لنا مقدار التاثر السلبي لاقتصاد بريطانيا من التوترات الجيوسياسيه. بانتقالي الى الين الياباني، بالفعل ارتفع الاسبوع الماضي بشكل طفيف بعد ان لمس مستويات منخفضه جدا لم نشهدها منذ حوالي 20 عاما، لكن حتى مع الارتفاع الذي شهده الين الياباني فهو ما زال منخفض جدا مقابل سلة العملات. لماذا؟ لأن بنك اليابان سيبقي على سياساته التسهيلية والتحفيزية لفترة طويلة من الزمن، حتى أن هنالك تصريحات رسمية صدرت هذا اليوم أو ليلة هذا اليوم من اليابان أشارت إلى استبعاد التدخلات أنها حصلت في أسعار الصرف أو استبعاد أي محادثات يابانية أمريكية في سبيل إيقاف الانخفاض في الين الياباني. وبالتالي بما أنه الين الياباني ما زال متأثر بفروقات أسعار الفائدة فقد يبقى الضغط على الين الياباني. السيد سركيس نزار محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي عبر الهواء مباشرة، شكرا جزيلا.